مرحبا بكم الناس الكل، وضع موقع ترانسفير ماركت المختص في معطيات كرة القدم ترتيبا خاصا بالمنتخبات المشاركة في كان مصر 2019، وذلك حسب القيمة التسويقية للاعبين المشاركين في الكان. الترتيب كالآتي: في المرتبة الأولى السنغال ب 343.5 مليون يورو، في المرتبة الثانية الكوديفوار، في المرتبة الثالثة مصر، الرابعة غانا، الخامسة الجزائر، السادسة نيجيريا، السابعة المغرب، والثامنة الكاميرون. في المرتبة التاسعة مالي، في المرتبة العاشرة كونغو ديمقراطية، في المرتبة 11 المنتخب الوطني التونسي ب 42.1 مليون يورو، في المرتبة 12 غينيا، 13 جنوب افريقيا، 14 كينيا، 15 الزيمبابوي، 16 انغولا، 17 البنين، 18 غينيا، 19 مدغشقر، 20 تنزانيا، 21 بوراندي، 22 أوغندا، 23 ناميبيا، و 24 موريتانيا. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.